السلام عليكم سيد الرئيس. الأخوات والإخوة، غادي نعتذر منكم، غادي نزول القبعة ديالي كمناضل في هذا الحزب باش نتكلم كمناضل في مجال حقوق الإنسان. أعتذر لكم سيد الرئيس. إذن كتعرفوا جميع أنه بلادنا عملت مجهودات جبارة في مجال حقوق الإنسان، ولكن للأسف اللي بغى يضربنا، اللي بغى يسئل المغرب، اللي بغى ينوش علينا كيستعمل هاد الورقة، لدرجة كنت كلم تحت المراقبة ديال السغيات أنه خصوم الوحدة الترابية وأعضاء المغرب استغلوا المنصة ديال البرلمان الأوروبي، واللي غنفتحوا حلقة وسونا ديما تنقول البرلمان الأوروبي لا اختصاص له في مجال حقوق الإنسان، طول على بلادنا وأساء لنا إساءات ظالمة وغير واقعية. اليوم سيد الرئيس نبغي أن أذكر بحدث كبير للأسف ربما ما أعطيناش الأهمية التي يستحق. ففي مجال حقوق الإنسان الأمم المتحدة عندها واحد المنظمة، عندها واحد الجهاز، هو مجلس حقوق الإنسان، لو كونسي دي دووا دلوم دي ناسيون زوني في جنيف. وهذا المجلس تتم انتخابات العضوية فيه، كتكون فيه 47 دولة، وكينتخب الأجهزة ديالو. فإذا احنا هذه السنة المملكة المغربية انتخبت رئيسة لمجلس حقوق الإنسان. فسيد الرئيس، هذا الانتخاب هو أحسن جواب على كل المشوشين وعلى كل الخطابات السلبية، لأن هذه راه الأمم المتحدة، والدول اللي كتصوت فيه هي دول قوية متمسك بحقوق الإنسان. شكون اللي ترشح ضدنا؟ هذا الشيء ربحناه ضد جنوب إفريقيا اللي ترشح ضد المغرب. وما أدراك ما جنوب إفريقيا؟ جنوب إفريقيا اللي عندها واحد تراث رمزي، مانديلا، الحرب ضد الأبرتايد، التراث ديالهم في مجال حقوق الإنسان. وبالمناسبة بغي نذكر أن المغرب ساند دائما مانديلا، وبلادنا دائما دعمت لاينسي والحزب ديال مانديلا، لكن للأسف الشديد المسؤولين الحاليين مشاو مع الجزائر. إذا سيد الرئيس، أنا أشعر بسعادة كبيرة كمناضل حقوقي أن بلادنا كترأس حقوق الإنسان على المستوى الدولي وفي أعلى جهاز داخل الأمم المتحدة، وهذا اعتراف بمصداقية بلادنا. وهذا الانتخاب يستحق منا جميعا، وأشكر سيد الرئيس على البلاغ اللي دار أن نشيد بدور جلالة الملك وبالمجهودات اللي دار سيدنا منذ أن تولى العرش. يعني السنوات الأولى ديال سيدنا كلها حقوق الإنسان وتعويضات الضحايا، سنوات الظلام وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. إذا ملي كنعبر لكم على هذا الافتخار وعلى هذا الاعتزاز، غادي نلبس القبعة ديالي كمناضل في هذا الحزب باش نقول أنا دوبلو مون فيغ، لأنه هذه اللحظة كتجي والرئيس ديال الحزب ديالنا يتولى رئاسة الحكومة. وما كنتكلموش ولا أقول ذلك مجاملة، ربما ما كنتكلموش على البعد الحقوقي في العمل ديال الحكومة، وهو بعد مهم ومهم جدا. إذا حنا في حقوق الإنسان كنتكلموا على الحقوق المدنية والسياسية اللي هي حرية التعبير، اللي هي حرية الاجتماع. إذا هذا الشيء اللي كيتم في المغرب يعني لا يوجد إلا في دول قليلة. ولكن اللي ضاف سيد رئيس الحكومة هو تفعيل والإعمال ديال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هو الإعمال ديال الحقوق الثقافية،
إذن اليوم اللي كنتكلموا على السنة الأمازيغية كنتكلموا على الحق في الهوية، على الحق في اللغة، على كل الحقوق الثقافية. ملي كنجيو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المجال لا يسع، ولكن بغي نسولكم شكون هي الدول اللي كدير الدعم الاجتماعي المباشر؟ إذن دول قليلة في العالم، وكيقولوا لنا حنا حزب، حنا حكومة ليبرالية فيها بزاف ديال الأغنياء، راه الدعم الاجتماعي المباشر كديروا الحكومات الاشتراكية وهي قليلة ونادرة اللي درتوا في العالم. فأيضا ما كنتابوش الإضرابات ديال التعليم اللي عبر فيها رئيس الحكومة على واحد الأريحية واحد الكرم واحد التجاوب للحكومة في واحد العنصر حقوقي ما كنتكلموش عليه. ثلاث شهور وآلاف المغاربة كيخرجوا للشوارع، وقع شي مشكل في حقوق الإنسان، تضرب شي واحد، تسجن شي واحد. إذن سيد رئيس، بغيت من موقعي كحقوقي أن أحيي وأشكرك على هاد لا ديمونسيون، على هاد البعد الحقوقي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. شكرا لك.